حسب توجيهات السيد المحافظ الدكتور عمار جبر بأن تكون منافذ الخارجية المحافظة بإشراف إدارة المحافظة وبالتحديد السادة النواب. اليوم احنا في سيطرة الخليفة ورفقة الشيخ عمار النائب الفني للمحافظ، والإشراف على عملية دخول يعني الأشخاص والبضائع. حقيقة الإجراءات يعني تطبق بشكل جيد، المواد اللوجستية الغذائية ومواد البناء وغيرها والأعلاف تدخل الى المحافظه، الوافدين لا يسمح لهم بالدخول، اجراءات جيده جدا، وكل هذا هو للحد من دخول او تفشي وباء كورونا. واحنا لدينا الحقيقه البارحه سجلت 17 حاله لحد الساعه 10 ليلا في عموم المحافظه، توزعت بين سامراء وتكريت وبلد، هم مدنيين والعسكريين الوافدين. واليوم لدينا اجراءات جديده ما يخص الحظر، بان تكون يعني بعد الساعة الخامسة تلغى الاستثناءات ما يخص المخابز والأفران والصيدليات و يعني الفئات اللي مسموح لها تتجول، هاي تلغى لساعة السادسة صباحا، ونباشر بعد السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة. إجراءات حقيقة مشددة خلال هذا الأسبوع من أجل عدم تفشي هذا الوباء، وبالتالي تتخلص صلاح الدين من انتشار يعني هذا الوباء.